تبقى سعيد بقى كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي، تبقى سعيد لما بتلاقي عندك عدد من القطاع بيطلع يتمرن فوق مع موسيماني، او لعيبه بتلعب في مباراه وديه فبتظهر بمستوى جيد، فتبدا الناس تتكلم تقول لا ما احنا عندنا يا جماعه لعيبه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ليه ما نستعينش بيهم؟ كنت سعيد برضه لما شفت احمد نبيل كوكا وهو ما شاء الله وقت يعني اصابه علي معلول وهو بيلعب في مكان غير مكانه وبيثبت اقدامه وبيشتغل بشكل كويس. طبعا طبعا. بص الفكر فكره التصعيد السنه دي للفريق الاول هي كانت ممنهجه، مش بالصدفه يعني. كان كل فكرتي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وبروكيتش ومستر موسيماني ان هو اشوف كل المجموعه اللي عندي 99 او 2000 واحد، ومن خلال الرؤيه دي ان انا اعرف هو عايز مين منهم. يعني انت خلاص انا كل اللعيبه اللي 99 و2000 واحد اشتغلوا مع الفريق الاول ولفترات مختلفه، وكان كل فتره بنصعد 6 7 لعيبه يبقوا موجودين مع الفريق الاول يتشافوا بشكل كويس، ياخدوا المساحه بتاعتهم، ياخدوا ماتشات وديه مع الفريق الاول. فكان ده منهج ان احنا نعمله بالشكل ده عشان يبقى اتشاف، ما يبقاش ان هو راحت عليه اللي هو الفرصه ان هو ما اتشافش بشكل كويس مع الفريق الاول ويعاد تقييمه مع الفريق الاول كامل. هل اللعيب ده لو دخل مع التيم بتاع الفريق الاول الوضع هيبقى ازاي؟ اللعيب قريب ولا مش قريب؟ التجربه طبعا نجحت بشكل كبير جدا الحمد لله، وزي ما شفنا اول ما الفريق الاول احتاج لعيب لقى كوكا. وعلى فكره كوكا بيتحرك من مكانه، مش مكانه الاساسي اللي هو الباك ليفت، اللي هو لعيب نمره 6 ولعيب محترم جدا. لو شفته كمان في مركز 6 طبعا احنا لا يعني لو شافوه جمهور النادي، احنا بنتكلم جمهور النادي طبعا لما شافوش انت عارفه، انت شفته ماتشات كبيره، انما جمهور النادي لو شاف كوكا كمان في مركز 6 هينبسط قوي، لان هو لعيب محترم ولعيب عنده امكانيات عاليه جدا. فانا سعيد جدا ان هو اتحرك من مكانه كمان وادى. ده بيقول لك ان احنا المنظومة كلها بتشتغل بشكل كويس جدا، احنا بنجهز اللعيب عشان هيلعب قصاد جمهور النادي الاهلي ومع نجوم النادي الاهلي، فما فيش خضة بتاعت اللعيب ان هو ياخد وقت طويل وان هو يعني يستنى فرصة من كل فين وفين، انما الفرصة لما جت مسك فيها وده عبر عن كل الولاد، وده بيفتح الباب كمان للقطاع عشان يقول مستر موسيماني لا ده احنا عندنا لعيبة ممكن تاخد 2 و3 و4 وهتلاقيهم جاهزين.